لا كنت كنصبر اخويا، ما نكذبش عليك اخويا يوسف، كنت كنصبر، كان دي ديال بنادم اكل باش نتقرقب. وصلت لخمسة الحبات اللي كناكل في النهار، حتى ما بقيتش عارف شنو كندير. داوني العكاشة، عرفتي اخويا باش غتحس براسك باش تلقى راسك في الحبس. لا اله الا الله محمد رسول الله، العذاب. الشي اللي كيقول لك الحبس مزيان ولا العذاب، تشد عليا بزاف، لي كرفصني ودا ليا شرافي، وانا بديت غنمشي نقول لبابا راه مشى ليا شرافي، ما قدرتش نقول لي، ما قدرتش لما غنقولها. ولكن الله سبحانه وتعالى انا كنعصار وكيسترني، كنت كندير شي حوايج خايبين والله ما كيفتح ليش عليهم، كنطيح وكنلقى الله هو اللي معايا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. تلقي اتصال من عند ظاهرة. ظاهرة عندها 30 سنة، قصة صراحة تستحق النشر وقصة للعبرة. مشاهدينا الكرام، ظاهرة 30 سنة اللي دوزت في العمر ديالها ظروف جد جد صعبة، وهي أم عازبة إشكالية كبرى. أسباب ومسببات الواقعة فيها مجموعة من نقط اللي سلبية بشكل كبير. مشاهدينا الكرام، نعلم جيدا أنه العنوان تيشرح ذاته، ولكن القاعدة اللي انطلقت هذه المأساة ديال الظاهرة هي اللي غنشوف. ظاهرة دوزت عالم ديال الإجرام، وفي الأخير غادي نجاوب بطريقة أخرى. إنك لن تهدي من أحببت، والله يهدي من يشاء، من عالم الإجرام إلى التوبة لرب العالمين. تبعوا معايا. ظاهرة، ظاهرة غادي تعاودي ليا من الأول ديالك، كيفاش تضعتي من 13 سنة؟ السلام عليكم خويا، أنا بنت 13 عام، ماتت لي الأم ديالي، وكان الأب ديالي تزوج بصاحبة أمي كتسكن حدانا في الدرب، وأنا ما تقبلتهاش، كاع خوتي تقبلوها كبار، وحيت أنا صغيرة كنت رايمة أمي بزاف، ما تقبلتهاش، بقى فيا الحال، كنت عايشة مع خويا من أمي. وخويا من امي كنت ما نفهمهاش مع المرا ديالو، كان كيضربني مني كنمشي كنقول لبا شنو كيوقع لي المشكل مع خويا، كينوض لي با هو كيضربني. كانت سبابي كنخرج لعند جارتنا، واحد المرا كانت صاحبة امي، كنت كنعايرها بالبليه، كنت كنقول لها ما تبقاش تدخل عندنا، هاد المرا راه كتكمي الكار، وكنت يجي با كنقول لبا راه امي كانت مدخله ديك المرا كتكمي الكار. ديك المره كتدخلني عندها كتقول لي بقاي مع الدراري شويه، تاك يا زهيره قالوا راه غتنساي بيه، راه ما تبقايش تفكري في امك راه ماتت، هاك يا زهيره الحشيش. بقات زهيره كتكمل قارو كتكمل الحشيش، بقات كنشوف حياتي غادا، وكت باغا البليه، باغا الشارع، باغا الزنقه. ديك الساعه ما بقيتش باغا والو، تا تبليت وتغرست فيا البليه، وهي تقول لي عقلتي يا زهيره منك كنتي كتعيريني حشومة عليك. قلت لها حسبي الله ونعم الوكيل فيها، خرجت جمعت شكارتي في كتافي، خرجت للزنقة، جيت لعين السبع حدا التيران ديال العربي الزاولي، كان داك التيران ماجور، هداك التيران كنت دايرة فيه أنا بيت ساكنة فيه، كان غير واحد لاكاب صغير كنت تخشى فيه نفرش فيه كارطونة، كنعس فيه تما، ما كنخرج نقلب على من ناكل. كنت كنشفر أخويا، ما نكذبش عليك أخويا يوسف، كنت كنشفر، كندي ديال بنادم، خرج كندي ديال بنادم، كناكل باش نتقرقب. وصلت لخمسة الحبات اللي كناكل في النهار، حتى ما بقيتش عارف شنو كندير. من 13 عام 14 15 وهي غادا الحياة، توصلت عندي 19 عام، وهاد 19 عام ما كنتش ديك الساعة فاش لقيت اللي غادي نتشد فيها، غير حلمت براسي راني كنعوم في البحر، وانا نقول راه امي كانت كتقول لي في ديك الحلم ديال البحر راه حبس، وانا نقول غير نمشي غير نرجع لعدبه ونرجع لدارنا احسن ليا، ويلا غادي نرجع لدارنا. تلاقيت مع دوك الدراري اللي كنت كنصفر معاهم، تلاقيت وقفت معاهم، تجاو وقفوا علينا البوليس، وقفوا علينا الديتيات هذوك الصقور، وقفوا علينا، جاو هزوني انا وياهم داونا، انا ماشي روسيرشي وما كيقلبوش عليا ديك الساعه، وما عندي حتى شي ضحيه. دخلونا السينكيام، شافني واحد البوليسي في كوزيمار، داك البوليسي كيعرف با، قال لي مرا كنعرف با، راه كيقلع غير الحوت حدا كوزيمار، نديوها لدارهم راه تنعرف دارهم.
ما دخلوني كنقول خويا حالة مدنية ما تجبدهاش، معانا كاذبة في السمية، أنا ديما كنت كنتشد كنت كنكذب في السمية، كنقلبها كيخرجوني. داك النهار كذبت في السمية فاش داوني جبد خويا الحالة المدنية قال لي رجعوها، رجعوها باللي هي راه كاذبة في السمية. رجعوني السنكيام مشيت داوني العكاشة، أنا كنسحب راسي ديك الساعة إصلاحية وأنا راه 18 عام كملتها، داوني العكاشة. عرفتي خويا باش غتحس براسك باش تلقى راسك في الحبس؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، العذاب. الشي اللي كيقول لك الحبس مزيان ولا العذاب، وبالخصوص لما عندكش الزيارة، ما عندك الزيارة كتنوض مع الست صباح وتسيق الطوالة وتسيق الإيقاف والحقرة، وكين غضب الله تما الداخل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وبنادم كيبغي يطغى عليك، واحد اللي شاد بلاصتو عليك غادي يبغي يطغى عليك. واخا انا كانت النفس ديالي خايبه وكنت ديما كنضاربو كناكل العصا. شحال دوزتي في السجن تما؟ دوزت عام، حيد لي الرئيس عام في الحكام وخلى لي عام سورسي على برا. من موراها ملي خرجتي من الحبس عاد ولدتي الولاد؟ لا، مني خرجت من الحبس كنت غادي نتزوج، جاني واحد الدري الله يعمرها دار اللي ندمت عليه دابا، ندمت عليه، ندمت على ديك الوقت. جاني داك الدري وقف عليا يلا خارجه بشي سيمانه، قال لي زاير السلامة. قلت لي خويا انا مع خرجت ما نكذبش عليك، حاقده من الداخل. كان قلت لي خويا الله يرحم لك الوالدين، ما تقول لي لا هادي لا هادي، بارك عليا هاد الحبس اللي دوز. ويقول لي انا باغي نتزوج بك وما تاقتش بي سيمانه، ويجيب مو جاب دارهم والدقه المراكشيه ودرنا نهار وفرحت وصافي. قال لي غديري الاخوان وتدخلي سوق راسك وانا كانت بالفرحات عليا، حيت انا قلبي عامر بالله، انا ما خرجتش اخويا لخاطري الزنقه صافي. وانا نقول قلت صافي، جاب لي الله هاد السيد نكمل معاه حياتي. وبقيت غاده انا وياه فحال كو دارهم ما كانوش راضين بي، حيت انا كنت كمي كار وكان مسكين هو عارفني كان كمي وادي، وكيجيب لي مسكين هو البليه حتى للدار وما كانش داك السيد عمرو قصر معايا. حتى لواحد النهار جاو شي وحده قالت لي من العائله ديالك، مشات عند الام ديالو وقالت لها راه مدوز الحبس فاش غادي عند العدول. قالت لي امو يلا غنتكاتبو. قالت لي ما غنعطيوكش فلوس صداق. قلت لها علاش ما تعطيونيش فلوس صداق وانا باقا بنت؟ راه ماشي ديك الساعه راه مدوز الحبس، انا باقا بنت حيت ما كنتش كنخارج للطريق وكنت غير راسي كنشفر. وانا نقول لها قلت لها خالتي راه واخا انا مدوزه الحبس راه باقا بنت بشرافي. وهي تقول لي لا، اللي مدوزه الحبس راه ما خاصهاش تهز الراس، خاصها تهز راسها. خليه شبا ودارهم عند العدول وشدي الطاكسي ومن تما خرجت. خرجت كملت في البديه ديالي تلاقيت مع واحد شاب موطور تاني تعدى عليا بزاف لي كرفصني ودا ليا شرافي. وانا بعدي غنمشي غنقول لبابا راه مشى ليا شرافي، ما قدرتش لما غنقولها. مشيت خديت شراب وشربت شراب ومشيت لدارهم وبقيت كان في ديك الدار اللي تعدى عليا فيها. زيت دوك القراعي اللي قدام الباب ملي وحيد الحجار كنضرب ليه في دارهم، جات صطافيطه هزاتني. ملي جاو البوليس هزوني كنقول لهم انا راه مشى ليا شرافي، كناكل العصا وكيقول لي السكيري تاع تمك سوكشي مشاري الشرف. بقيت غادا هو باش لوتي الولد الاول؟ لا من موراه؟ من وراه صاحبت مع بات ولدي الاول، بقيت معاه. وداك الدري واخا هكاك حسيت بيه، ما فهمتش. تصاحبتي مع بات ولدك انت وتما ولدتي هذا الولد؟ ومن مورا ولدتي الثاني مع راجل اخر؟ مع راجل اخر داس من ورا عامين ولد ثاني. هذاك فاش تصاحبت معاه قلت راه غيحن فيا، واحد بنادم كيوريك واحد الوجه اللي غادي بغيتك، انا راه باغيك المعقول وانا والله ما نفوتك وداك الشيء اللي طرالك وانت يتيمه وانا راه ما غاديش نفوتك، غتبقاي معايا وغندك دارنا. بقيت معاه، بقيت جالسه معاه، حملت وصلت عندي 3 شهور في كرسي. كنقول لي دابا راه خاصني ندير شي حره، كرشي بدات كتبان وهادي. ويقول لي دابا انا شنو غندير؟ اش غنقول دارنا؟ واش غنقول لهم مدوز الحبس ضاربه يدك؟ انا غنمشي نديكلاري. مشيت ديكلاريت في الكوميساريه، مشيت ديكلاريت، عيطوا عليا استدعاء وتلاقيت انا وياه في الكوميساريه. وكنقول لي كيقول لي هي كنقول لي كيقول لي كتقول لي يا راه انت اللي درتي لها.
قال لي لا ماشي انا اللي درت. لا قال لي هي كتخرج مع بزاف، قال لي يا خارجه للطريق، قال لي وانا مدوزه، ما هي مدوزه الحبس وانا ما مدوزش الحبس، قلب لي يديا واشنو ضاربه يديا. ما طلبتيش انت ديك الساعه قضيه من بعد وهذا؟ وانا بغيت نطالب بلا دين، ولكن مع من نطالب بلا دين؟ فاش قال ديك الهضره مشى في حالاتي وخرج من الكوميساريه وبقيت من 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 مقتنعتي بالزنقه من موراها ولدتي الثاني بنفس الطريقه. هذاك هو جاي من الامارات وقال لي غنعترف بولدك، قال لي غنحطو بصمتي. جاي من الامارات مغربي؟ مغربي اه مغربي، وجا من الامارات وتلاقيت معاه. هذا كيعرفني ماشي ما كيعرفنيش، كيعرفني وكيعرف دارنا وكل شيء. وقال لي راه والله ما نفوتك، وداك الدري راه غنديرو في الحاله مدنيه وفاش حملت بالثاني مشى الامارات ما بقيت عرفت عليه والو، تفرقعت لي المراره، تفرقعت لي المراره ديالي. حتى كندخل فيسبوك حتى كنلقى التصويره ديالو، قال الله يرحم لك الوالدين عاوني غير بشي حاجه. وانا نقول لي دابا قول لي واش غدير معايا شي حل على حساب ولدك؟ قال لي صيفط لي التصاور ديالو. صيفط لي التصاور ديالو، الدري فوتوكوبي ديال باه كيشبه لي. فاش جا المغرب هنايا تلاقيت معاه، قلت لي شنو واش ما غديرش حل مع الدري؟ ويقول لي ديري تحاليل من عندك، ديري لا دي ان، ندير تحاليل من ديري تحاليل نعترف به. ما نقدرش نعترف بالدري وانا ما عارفكش واش كنتي معايا انا ولا مشيتي درتي انت هاد لا دي ان. باش غنديرهم اخويا يوسف؟ ما عنديش اخويا، راه عالم بيا الله. هادشي تقريبا اللي وقع ملي تزادوا الولاد بجوج، انت غادي تعلني التوبه الى رب العالمين وغديري الخمار، وانت تبارك الله دابا كتحفظي القران ومولوع، يعني الشغف الكبير عندك في كتاب الله، كتحفظي بزاف سورة البقرة كتناوليها، يعني هاد 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 الهداية من عند رب العالمين كيفاش جات؟ الله كيهدي اللي بغى، فهمتي؟ الله ملي كيبغي يهديك للطريق المستقيم راه كيهديك، ولكن اخويا يوسف على داك الحياة اللي عشت انا راه ما لقيت شي واحد من غير الله سبحانه وتعالى، فهمتي؟ راه ما لقيت لا حنين لا رحيم، راه ما ندق على شي واحد لا ما كاينش اللي غيتقبلني ويدخلني عدو، هو عارفني انا كيدير، حتى عائلتي انا ناكريني، فهمتي؟ غيديروا عرس يديروا شي حاجه ما كيعرضوش عليا، انا بوحدي اللي ما كنحضرش معاهم، علاش شي واحد ما كيرضى بيا؟ ولكن الله سبحانه وتعالى انا كنعصاه وكيسرني، كنت كندير شي حوايج خايبين والله ما كيفضحنيش عليهم، كنطيح وكنلقى الله هو اللي معايا في ولادي. ولادي ما عندهمش، ولكن ربي كيرزقهم، هو ما عندهمش باهم وما عندهمش امهم باش غتعيشهم، ولكن ربي هو كيرزق، ربي اللي كيعطي، وربي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. من الحمد لله علمتي هاد التوبه وقربتي عند ربي وكتصلي الفجر، حسيتي بواحد الطمأنينة ما عمرك شتي بحال. كنحس براحة من النفس ديالي، وكنحس بنادم ولا كيحتارمني، ملي كان كيتلقى ليا بالزنقة وكيحتار احتقرني ويدفن عليا وكيقولوا جيب حرامين من الزنقة، بنادم ولا كيشوفني الله يكمل عليك الزاير، الله يسهل عليك، الناس فرحوا لي، الناس برانيين كيشوفوني فرحانين ليا زاير. انا خويا ما نكذبش عليك، انا قلبي عامر بالله، وكنطلب من الله يسمح لي حيت اديت الناس، اديت الناس ديالهم، كنطلب منه بسماح اي واحد اديت لي ديالو، ولكن حتى هو كان كيبغي يستغني، شي واحد اللي كيبغي يستغني كدي لي ديالو، حتى هما كنطلب منهم يسمحوا لي، طلب من الناس يسمحوا لي على اي حاجه درتها. والله يسر لك يا ربي، الله يسر لك يا ربي. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا قصه للعبره، قصه ديال ظاهره حكات لينا وروات لينا من 13 سنه الدور ديال الوالدين، دور مهم في هذيك الظرفيه، لانهم القاعده. ما قراتش، عشت في عالم خفي وعالم الليل، كان المآل ديالها من الطبيعي جدا هو السجن، من بعد نتج عنه اولاد، كل ولد من اب، كل واحد بوحده، إشكاليات كبرى في لحظة من اللحظات الله عز وجل يقول كن فيكون، وقت ما يشاء وكيف ما يشاء. الله عز وجل هداها في ليلة من الليلات، حسات واحد الإحساس، ناضت وضات صلات ليومنا هذا وهي دايرة الخمار. مشاهدينا الكرام الله يجعل آخرنا خير من الأول ديالنا.
مشاهدينا الكرام، غادي نوضع رقم الهاتف ديال الظاهرة، أرجوكم كل من ساعد هذه الأخت أجره محسوم عن الله عز وجل. يا ربي نساعدوها على هاد الوليدات وهاد الظرفية الصعبة اللي كتمر منها. مشاهدينا الكرام، ظاهرة قصة للعبرة، المتاهة المآل ديالها واضح. دور الوالدين قاعدة جد مهمة في الحياة، ولكن الإشكاليات اللي عاشت قدرت توصلها المآسي كثيرة ودوزت السجن في الأخير. مشاهدينا الكرام، حتى لا أطيل عليكم، غادي نوضع رقم الهاتف ديال الظاهرة، والله عز وجل هو اللي كيخلص المحسنين. تعليق المواطن، شكرا لكم.